صباح الخير. اليوم السبت ومنحب نبدأ خلينا نحكي أسبوعنا لنحكي عن السلامة الغذائية تحديدا في المطاعم مع ربا مشربش. صباح الخير ربا. صباح الخير دانا. أهلا وسهلا فيكي. ليش اخترتي موضوع السلامة الغذائية؟ أول إشي لأنه حياتنا عم تختلف وكتير في مطاعم منتشرة ومعظم الأشخاص كتير عم بيأكلوا بالمطاعم. كتير في مطاعم عم بتسكر من نتيجة عدم اتباع الشروط الضرورية للسلامة الغذائية. وكتير يعني بدي ركز بهاي الحلقة للصاحب المطعم لأنه عادة بيشغلوا عندهم كتير من العمال وعادة ما بكون عندهم وعي غذائي أو ما بكونوا مثلا للأسف متعلمين لدرجة معينة. وحتى الشخص المتعلم يمكن في بعض النصائح الغذائية أو الضرورية للسلامة الغذائية لازم يكون في إرشاد. يعني أي صاحب مطعم قبل ما يفتح مطعمه لو حتى يومين ثلاثة أو يوم جاب حدا مختص بأمور السلامة الغذائية توعية بسيطة لأنه هم بياخدوا هاي الأمور ما بيدركوا إيش ممكن يكون عواقبها. مزبوط. وكمان لأنه ممكن أشياء ننتبه فيها خاصة لما نتناول الوجبات السريعة أو السندويشات بالمحلات. ممكن إحنا بالعين المجردة لما نشوف شغلات غلط نحس إنه هذا المطعم مثلا ما عم بيتبع بعض الأساليب. ومش غلط إنه إذا حسينا في إشي غلط نخبر الجهات المعنية عشان إحنا يعني نحمي حالنا ونحمي الأشخاص التانين وأولادنا وغيرهم. صح مزبوط. يعني هو موضوع صراحة بده اهتمام وانتباه. يمكن أول إشي المفروض يبدأ فيه صاحب المطعم هو العمال اللي معه. شو أول إشي لازم يحكي لهم؟ هلأ أهم إشي في قواعد معينة لازم تكون لكل صاحب مطعم. نبدأ من النظافة الشخصية. كتير في أشخاص مثلا الأظافر ممكن يكونوا طوال, يركز على موضوع المغسلة إنه لازم. أنا كتير بفضل بأي مطعم يكون في عنا مغسلتين أو مغسلة خارجية للنظافة الشخصية, تغسيل الإيدين وغيرها. في كتير من الطباخين مش شرط إنه عم بيشتغلوا بالكفوف بس في لازم يكون فرشاة خصوصية للأظافر. وفي عنا حتى بالصور هلا كمان شوي ببين إنه في خطوات للتنظيف. يعني ما بيكفي نغسل إيدنا بالصابونة حتى لست البيت لما تيجي بدها تطبخ. مرات ناكل من أي يعني مثلا عنا هون عم غسيل الإيدين بيكون بشكل كتير كبير. هذا لأي شخص بيشتغل بالمطعم إذا بنلاحظي هون خطوات بين الأصابع بين الإيدين على الأظافر. مش بسرعة, لا بدنا إحنا كمان يعني بدنا تقريبا يكون تقريبا 10 ثواني نقعد نغسل إيدينا عشان نمنع, لأنه ممكن من إشي بسيط إنه هذا الشخص يصير دغري في عنا تسمم غذائي. طب كل قد إيه يغسل؟ هلا كتير مهم قبل ما يبدأ يدخل على المطبخ هذا بنطبق لأي عامل في المطعم أو أي شخص عنده مطعم بده يخبر العمال اللي عنده. لما يشتغل بأي إشي يخلص منه, إذا بمسك لحوم نية وجنبها خضرة, وهذا كتير مهم ننتبه إنه المنطقة اللي عم نشتغل في عليها المطعم, لأنه هذا إشي بهم صاحب المطعم إنه إذا صار في مرة تسمم غذائي عنده بالمطعم هذا رح يأثر على ربحه وعلى سمعته أو على تسكير محله. فأمور بسيطة زي هيك ما لازم ننتبه لإلها. كمان المنطقة اللي عم نشتغل عليها كتير مهم, الأشياء النية بعيدة عن الأشياء المطبوخة. وكتير أركز على اللحامين. وإحنا لما نشتري الكفتة هلا في عنا هون أنواع من ألواح التقطيع. هاي مش إنه زيادة إنه مثلا إحنا مش مهم إنه نجيب كتير. لازم نجيب عدة أنواع, وعادة إحنا عادة بتكون بعدة ألوان عشان تنبه صاحب المطعم أو العمال. مش غلط ينبههم الأحمر انتبه هاي للحمة, هذا للخضار فقط, لأنه بإشي بسيط إحنا عادة ممكن يكون التسمم غذائي أو اللي بنسميه إحنا بعلم التغذية الهازارد الخطر. ممكن يكون بكتيريا, ممكن يكون إشي صغير مثلا غبرة حتى, ممكن يكون شعر, ممكن يكون دخان. لأنه كتير في أشخاص مرات إحنا ما منشوف شو بيشتغلوا برا. طبعا الدخان أبدا ما لازم يكون ممنوع طبعاً. لأنه حتى إذا كان في سيدات الشعر يكون مربوط أو في حتى الطواقي الخصوصية. صح أفضل. أي شعرة ممكن تنزل, حتى مرات بتصير معنا بالبيت بالطبيخ. صح. بالعجين بالهذا, وممكن هاي تحمل بكتيريا أو أي نوع ملوث. طب هلأ موضوع القطاعات هل هو يعتبر من المعايير المفروض تكون موجودة بكل مطعم يعني يخالف عليها؟ طبعا. وحتى ألواح التقطيع لازم تتغير دائما. يعني إذا بنحس على لوح التقطيع عم بتغير اللون عم بتغير أي إشي لازم يتغير, لأنه من أكتر أنواع التسممات الغذائية عم تيجي منه. النظافة اللي عم كتير مرات عم نسمع محلات سكرت من موضوع النظافة. عادة بكون التلاجات يا مرات خالص التاريخ المدة, التلاجات لازم تتنظف
يوميا ترتيب وتتاكدي انه اذا اي شيء خربان او خالص التاريخ تاعه، واسبوعيا لازم لاي صاحب مطعم او حتى بالبيت يصير في عندنا تنظيف عام للثلاجه. طبعا كمان شيء كثير مهم للمطاعم اللي بيشتغلوا خاصه بالمايونيز وهي الاغذيه، عندنا هون المايونيز هذا من اكثر الاغذيه اللي ممكن ينقل بكتيريا، خاصه بكتيريا سامه جدا اللي هي السالمونيلا. لصاحب مطعم او انا اذا رايحه على مطعم بعمل سندويشات وعم بحط مايونيز، كثير مهم انتبه. هلا عاده صاروا يبيعوا المايونيز بعلب صغيره، يفضل هذا ناخده لانه هذا اذا تعرض لحراره كثير سهل يصير عندنا نمو للبكتيريا. كثير مهم اذا كان عندنا جاط كبير لاحظنا وعم بياخذ من هالمايونيز او حتى حمص بكميات كبيره، انا كثير بفضل بالمطاعم لما يعمل سندويشات وسريع عنده الشغل يكون في جاطات صغيره خلال يعني ماكسيموم نص ساعه، يعني بالحد الاكثر نص ساعه. هاي الجاطات الكبيره يعني لها مده كبيره برا، لانه اذا قعدت طويله بده يستنى الشخص الثاني او الزبون الثاني يجي يعمل له سندويشه. قد ايه قعدت برا هذا الحمص او هذا المايونيز اللي هو اخطر منه برا الثلاجه، فبدنا ننتبه لهذا الشيء. عمليه خلط المواد اذا بحب العامل بالمطعم يخلط بايديه، اهم شيء يكون اللي في عندنا الكفوف. إذا ما بده يخلط باستخدام الكفوف أكيد لازم يكون في عنا معالق نحرك فيها عشان نمنع التلوث الغذائي. في بالنسبة للخضار والفواكه بدي أركز عليها، بدي أركز على شغلة كمان، طبعاً بده يكون غسل كامل لها وما يكون بنفس المغاسل اللي بيصير فيها غسل للإيدين. بدي أركز كمان كتير على البقدونس والخضروات. كتير مرات بنروح نشتري كفتة بنشوف اللحام أخذ البقدونس للأسف والبصل ومعظمه ما بكون مغسول. هلا انا يعني مش كل اللحامين اكيد بس وعندهم مبدا لانه عدم الوعي. في ناس بقول لك ما هو بالحراره كله بروح مع الطبخ بروح. في بعض انواع البكتيريا بتقدر تقاوم الحراره حتى لدرجه 100. فالبقدونس خاصه من او اي شيء العشب الاخضر هذا الصغير كثير سهل يصير في عندنا نمو للبكتيريا وغسيله صعب. بروكلي، زهره، غيرها، هدول عاده لازم اذا تقطعت بجاط كثير كبير يصير في عندنا غسيل وينتقل لاكثر من او تتغير المي اكثر من مره. بالنسبه للحمين انا بفضل اذا انت بدك تاخذ لحمه كفته يا بتاخذ اللحمه وبتعملها بالبيت او انت ممكن تعطيه البقدونس المغسول والبصل المقطع او انت اللي متاكد منه هو افضل على فكره. او اللحام لازم ينتبه لهي الشغله، يخبر الزبون اللي عم بيجي عنده او يورجيه انه البقدونس مغسول 100% لانه مش كل شيء بالحراره او بالفرن بروح. فهاي كثير وبرضه اذا احنا شكينا يكون عندنا اسلوب، يعني يمكن يتضايق منا اذا ما حكينا باسلوب منيح انه غسله ما غسلته شفتك ما غسلته، لو عندنا اسلوب يمكن رح يتقبل اكيد لانه بالاخر لمصلحته. كمان في كثير اشياء الادوات اللي عم نشتغل فيها، في بعض الادوات زي الخلاطات او زي الجاطات، اذا بتلاحظي انا جايبه هذا الجوط جاط خصوصي وملاحظه قديش في بواقي الاكل الموجوده اللي هون، هاي كلها لازم تتنظف. اذا صعب تنقام بالسفنجه ممكن بنكاشه اسنان او غيرها حتى بست البيت بالبيت تصير تحاول تقيمها، لانه هذا كثير سهل تصير عندنا نمو للبكتيريا. انت ما بخطر في بالك بس كثير سهل يكون في عندنا نمو للبكتيريا. او حتى الخلاطات العاديه تتنظف كمان من هون ومن هون، تنتقع بالكلور تتنظف كثير منيح. هاي الأشياء لازم تتنظف يوميا لأي صاحب مطعم. الأرض، الغبرة يوميا، ثلاجات بالقليلة أسبوعيا، شطف للحيطان لازم يكون، وتنظيف عامل كامل للمطبخ كل أسبوعين، يعني غير الشطف العادي والتنظيف هذا لازم نركز عليه. لما نحكي شوي عن التدخين أكثر ربا، يعني المفروض يمنع منعا باتا طبعا. التدخين أبدا لأي صاحب مطعم ما لازم يسمح لأي عامل إنه يكون في عندنا دخان. مرات بنشوف يعني بيشتغل في ايد وسيجاره بايد، هذا يفضل محل ما نشتري منه بالضبط لانه كثير احتماليه يكون تسمم غذائي. احنا كمان بغنى انه يوقع اي نوع من المواد الضاره خاصه اذا في عندنا اطفال بالاغذيه اللي عم بحضرهم. في شغله بس بدي اركز عليها اللي هي الادوات اللي زي هيك اللي ممكن يعلق فيها كثير الاكل او الخضار، وهذا اذا تراكمت هاي الخضار لفتره كثير طويله بيصير تراكم للبكتيريا ونمو للبكتيريا الضاره. فزي هاي الادوات يفضل بنفس الوقت اللي عم نستخدمها دغري يكون في عنا غسيل مباشرة لإلها بمي سخنة ومواد معقمة لإلها كتير مهمة.
مهم. كمان احنا لان كمان دانا لاي شخص بحب ياكل بالمطعم نطلع على اللباس العام للشخص اللي عم بعمل سندويشات. مرات بنلاحظ حتى المريول مش نظيف، مش لابس كفوف، مش لابس كفوف، خاصه اذا عم يعني عم بنقل الاكل اللي هلا انت رح تاكليه. بتلاحظي انه المريول مبقع، الاكل مبقع، ما في غطاء للراس. هاي الامور كلها لازم ننتبه لها، ما عم بستخدم ملاقط، اذا شكينا باي شيء إذا هيك قدامنا عم بعمل كيف برا ورا المطبخ كيف عم بكون الوضع. مزبوط صح. طب محل ما بناكل مثلا على شو لازم ننتبه؟ هلا كتير مهم ننتبه. المشكلة بالتسمم الغذائي مرات مش كل أنواع البكتيريا، خاصة البكتيريا اللي بتسبب الأمراض اللي بتسبب تسمم غذائي مش كلها ببين على الأكل. يعني ممكن ما يعني ما تلحق تبين على الاكل انه في عندنا اي نوع من البكتيريا اللي ممكن تعمل تسمم غذائي. احنا بدنا ننتبه على النظافه العامه، على الاطباق اذا نظيفه ولا لا، لانه هاي ممكن تعطينا دلائل، على الشخص اللي عم بيقدم لنا الاكل، على زي اللي حكينا انه هو العبوات اذا عم نشتري من سندويشات عم بحطها كيف. ممكن مرات في بعض المطابخ المفتوحه اذا طلعنا نظره لاحظنا الجريل او اللي بسموها الشوايه او المحل ما بقلي، اذا حسينا في تراكم للدهون تراكم للزيوت مش نظيفه، نتراجع شوي ونحاول ما نشتري من او ما نتناول الاغذيه من هذا المطعم. بتحسي عم بيكون في متابعه؟ يعني انا عم بلاحظ عم بيكون متابعه اكثر من قبل. اكيد بعد اكثر من قصص معناها هلا اغلاق كم مطعم مثلا الماينس، صرت احس انهم مش عم بحطوا داخل السندويشات عم بكون يعني هذا إشي منيح. بتحسي في كل قد ايه لازم يكون في مراقبه ومتابعه وحملات؟ يعني الحمد لله انه هلا صرنا نحس ونسمع انه في مراقبه اكثر، بس كمان احنا كاشخاص بنشتري من هاي المطاعم لازم كمان احنا مراقبين نكون. مش مره مثلا اي شخص صار له تسمم غذائي ومتاكد انه من هذا المطعم مش غلط يبلغ، عشان مش بس هو، ممكن الاشخاص الثانيين، لانه كثير عم منتشر. والمشكله الاطفال، ومرات اذا التسمم الغذائي اصاب الاطفال يعني ممكن يكون كتير له عواقب وخيمة، لأنه ممكن إذا إسهال كتير كبير أو تقيؤ كتير، خسر كتير سوائل، يعاني من مشاكل صحية. كمان بس ننتبه على شغلة اللي هي مرات بيكون في فوط، حتى الشخص اللي عم بيشتغل بالمطبخ أو بيعمل سندويشات إذا بتحسي نفس الفوط اللي بيمسح فيها الكاونتر اللي عم بيشتغل فيها ده غلط. لازم يكون في بشكل خاصة إشي. حتى بتقدري تطلعي أنت من شكل المجلة أو إذا عم نحكي على المطاعم السريعة والسندويشات، إذا الفوطة أو اللي عم بيمسح فيها بتحسي قديمة، لأنه هاي من أكثر الوسائل اللي ممكن تنتقل فيها البكتيريا. يعني حتى بالبيت إحنا البشكيل لازم يتغير بشكل يومي. البشكيل اللي نمسح فيه إيدينا مش البشكيل اللي نمسح فيه الطاولة، مش إذا وقع إشي على الأرض نمسح فيه، لأنه بسهولة ممكن تنتقل البكتيريا ويصير عندنا تسمم غذائي حتى بالبيت وإحنا متأكدين 100% إنه ما عم بكون في عندنا مشكلة بتحضير الأكل. في ربابة بتحكي لك، هو يعني أتوقع موقف مر فيه كثير أشخاص، بنروح على المطاعم ما بنعرف كيف بالضبط النظافة، لكن بنلاحظ مثلا الكاسات والصحون وسخين ونستحي. بس لا، مو غلط إنه نخاطر، لأنه مرات إذا هذا وسخ قدامك هذا بيدلك إنه الأدوات اللي انطبخت فيها أكيد ما في نظافة 100%. صحيح. زهير مسيح بيحكي كلام جميل، بس يا ريت فعلا إنه نعمل به هالحكي. مجد مسار و800 من المطاعم ما بيعملوا هيك. للأسف يعني في كتير مطاعم ما عم بيعملوا، فعشان هيك إحنا لما نشك بأي مطعم أو مش متأكدين من النظافة 100%، وأنا حبيت بهاي الحلقة أحكي كمان مع أصحاب المطاعم إنه إذا أنت عم تتبع هاي الإرشادات هذا رح ينعكس على الأكل اللي بتقدمه، ورح ينعكس أكيد على المربح اللي عم تعمله، وبينعكس إنه على إنه قديش أنت عم بتجيب ناس، لأنه كله هذا بده يروح على المربح وقديش هو نظافة 100%. حتى أشياء بسيطة لأصحاب المطاعم، الشبابيك، الغبرة كتير ممكن سهل، يعني كل التفاصيل بتبين يعني العين بتجيبها، يعني بالزبط. أي شيء إحنا بنصير شاكين فيه ما في أسهل إنه نطلع ونروح على نرجع محل تاني. صح مزبوط. شو كمان نصائح ربا؟ أهم شيء كمان اللباس اللي يكون دائما يتغير. النظافة الشخصية لأي صاحب مطعم ما يستحي أو ما يخجل من موضوع إنه إذا عنده أشخاص عم بيشتغلوا بالمطعم يركز على موضوع إذا شم، يعني سوري أحكي إنه إذا في ريحة أو ما في نظافة
إضافة شخصية عامة، هاي كتير مهمة، لأنه أول تسمم غذائي كتير سهل ينتقل مش بس من الغبرة والدبان اللي عم بيجي والكذا، من الأشخاص نفسهم. صح. إذا حدا عنده مريض أي عامل من العمال دغري لازم يوقف عن العمل لفترة لحد ما يتأكد إنه إنه رجع سليم 100%. وحتى إذا كان في عنا شوي مرض خطير أو تصاب بنوع من البكتيريا الضارة، يتأكد يجبره أو هو على مسؤوليته يوديه على المختبر يورجينا إنه يجيب له التحاليل إنه هلا مثلا راحت هذا البكتيريا المسممة للتسمم الغذائي العام. يعني إحنا نكون بنلاحظ كمان على العمال اللي عنا كيف صحتهم. بالضبط. يعني ممكن ما يحكي لك العامل لأنه ما بده ياخذ اجازه. احنا اكيد نكون اكيد لازم ننتبه لها. وموضوع انه كثير نركز عليه، مش كل شيء بالفرن بروح بيطلع ما ماله شيء. عاده ممكن دجاجه تكون ملوثه او فيها بكتيريا ضاره طبخناها برضه ممكن نرجع نتسمم منها. بعدين في موضوع اللي هو اذا بنروح المطاعم والبوفيهات اللي بتقعد فترات طويله معروضة برا الأكل، يعني أنت رايحة على محل وبيقدم بوفيه مفتوح بتحسي إنه الأكل ما بتجدد أو بكميات كتير كبيرة عم بقعد ساعتين ثلاثة أربعة برا، برضو هذا خطر بنخاف منه. صح. لأنه سهل كمان يصير في عنا نمو للبكتيريا. الدجاج اللي بيكون مشوي خلينا نحكي بخوف لأنه بنحس موجود برا يعني كأنه على الشارع. حسب المطاعم يعني إذا بتحسي إنه الشوي عم بكون سريع ودائما عم بتغير الدجاج إنه اللي بنشوى دغري بنباع اوكي، بس اذا بتمرق من المطعم ترجعي بعد ساعه بتحسي نفس الدجاج موجود ما تغير. صح. طبعا بدنا نخاف منه. ويمكن حتى انواع الشاورما كمان يعني اذا ما كان في تردد كثير على المطعم واشخاص كثير عم بياكلوا عم تخلص اللحمه بسرعه برضه في خطر انه هاي اللحمه تقعد فترات كثير طويله برا خاصه بالصيف. طب شو الاخطر او الاكثر حساسيه، الدجاج او اللحمه؟ الاثنين نفس الشيء. نفس الشيء يعني في ناس بيحكوا انا مستعد اكل لحمه من برا وناس بيحكوا مستعد اكل الاثنين. دجاج لحمه سمك اللحوم هم بنقدر نحكي انه أخطر أنواع الأغذية اللي ممكن سهل إنه ينتقل فيها البكتيريا أو يصير في عنا نمو للبكتيريا. طب بيفرق الوقت مثلاً أنا إذا رحت الصبح أو إذا رحت الظهر أقل خطورة أو ممكن تكون أقل خطورة من بالليل، لأنه بالليل إحنا مر عنا ساعات أكثر. مش شرط، مرات ممكن يكون من قبل بيوم محطوطة. ما بتفرق. بدنا ننتبه لإلها هاي، حتى لما نشتري من اللحمين نطلع على شكل اللحمة نحس إذا لونها متغير، اللون اللي صار لونه بني بتحسي أو بتفتحي اللحمة هذا بدل إنها قديمة أو إدمت فترة كتير طويلة. طيب نقرأ شوي من الفيسبوك. أريج نزار تسألك إذا الكلور مضر لما نحطه بالجلي؟ لا، بجلي الأغذية مش عم نحكي على الغذاء عم تجلي على الصحون والهاي. لا طبعا لا ما بضر. بالعكس. بالعكس بده يكون في تنظيف وتعقيم يعني خاصة لموضوع لما نحكي إحنا خضار الجذرية هاي اللي بتكون بالتراب. يعني أنا بفضل إذا فين بالمطعم بيقدموا سندويشات بيقدموا جزر مقطع يكون مقشر لأنه ما يعني لما يكون مقشر يعني أنت بتقللي مع إنه القشرة مفيدة بس إحنا بنقلل إنه احتمالية يكون في بكتيريا موجودة أو متراكمة على القشرة. في ريماس يوسف تحكي يا ريت الجهات المختصة تكثف الرقابة على المطاعم. أكيد وهذا اللي بنتمناه طبعا لأنه عشان نتأكد من الأغذية اللي إحنا عم نأكلها إنها سليمة ولا لا. علاء الخطيب أو ألاء بتحكي إنه نفيدهم بأرقام ممكن إحنا نشكي. هلا وين المفروض يكون التوجه لما أنا أشك؟ لأي من جهات وزارة الصحة أو إلى أي جهة من يعني من وزارة الصحة أو الرقابة الغذائية أو أمانة عمان بنقدر نحكي مسؤولة عن الغذاء، بنقدر نحكي معهم أو ناخذ تليفوناتهم كتير سهل نطلعها. يعني اللي بده شغلة يبلغ عن شغلة كتير سهل يبلغ يعني بس الجهات المختصة بالرقابة الغذائية وأمانة عمان عندنا بالأردن مثلا هي المسؤولة. في ريم بدي أصبح عليك لو نحكي عن نظافة الكافتيريا في المدارس. هذا كتير موضوع كتير مهم لأنه في عنا أطفال عم بيصير بالنسبة للكافتيريا بالمدارس بيكون حتى الرقابة مش كتير أكتر من كتير لأنه في عنا أطفال تبدأ من أنواع للأسف الأغذية الغير صحية اللي عم تنباع بالكافتيريا. نسبة الحلويات اللي كتير عالية للأسف عم نشوف مرات مع أنه صار في تعميم أنه منع الأشياء المقلية. صح. يعني البطاطا البرجر مع أنه في بعض التجاوزات أنا بفضل حتى هذا بكون واجب كل أم إنه يطالبوا
يعني كثير مرات انا صارت معي بمدارس بقول لهم ليش عم بنباع هذا الشيء، بيقولوا لي بدنا نربح او ما هم الاولاد بياكلوا، بس اذا الاهل كلهم اجتمعوا وخبروا انه هذا الاكل ممنوع ينباع لاطفالنا بالمدارس او يمنعوا، هلا صعب يمنعوا الاطفال بس بيقدروا هم يحكوا مع المدراء المسؤولين يمنعوا بالكافتيريا البرجر المقلي الدجاج المقلي. انا كنت اسمع اطفال ياكلوا سندويشات زنجر بالصبح اول ما يوصل على المدرسه، قد ايه احنا عم نعرض اطفالنا لمخاطر. صح. اول شيء الزيت قديش هو مقلي فيه، وهذا اللي بنخاف منه. كثير مهم نركز على شغله لما نشتري حمص وفول وفلافل نطلع بس نظره شوي على الزيت. انا بطلت اكل فلافل، صرت اخاف اكل فلافل من نظره الزيت قد ايه مقلي. احنا يفضل الزيت ينقل مره مرتين بالاكثر، انا متاكده انه عم بنقلها اكثر من 20 مره. فنسبه ال ما بتاكلي فلافل انا ما بحب اكل او كل ما اجي اكل فلافل بتذكر منظر الزيت. اذا كل واحد اطلع على منظر الزيت وقديش من المواد اللي كتير خطيره ومسرطنه اللي هو الزيت لما ينقل فيه اكثر من مره. صح. فاذا طلعت شوي نظره على الزيت طلع فكر اكثر من مره قبل ما تاكل، لانه هذا لازم. اذا كلنا بنشتغل على هذا الشيء بصيروا اصحاب المطاعم خايفين على الربح اللي عم بيعملوه، بصيروا يضطروا يعملوا هاي الاشياء. مزبوط. لانه في كتير تجاوزات للاسف، وكتير في عمال عم بيشتغلوا بالمطاعم ما في ابدا اي نوع من الوعي الغذائي. طب كيف بدنا نربط مثلا اذا صار عندنا اعراض انه هذا من المطعم او صار عندنا تسمم؟ هلا مرات ممكن يكون اذا اكثر من فرد من العائله تسمم بنفس الوقت او بنفس اليوم من اكل بالمطعم، هذا ممكن يدل. هلا بدي اركز على شغله، التسمم حسب نوع البكتيريا. ممكن دغري تخلصي الاكل تطلعي تتسممي حسب نوع البكتيريا. ممكن بعد بنفس اليوم الظهر بالليل، ممكن بعد يومين. يعني مش شرط انه الشيء اللي اكلتي منه، بس هل هو شرط انه كلهم يصير نفس الاعراض؟ يعني في مناعة او جسم مناعه بيختلف. بس مرات اذا كان التسمم او نسبه البكتيريا كثير عاليه بهذا الاكل ممكن على الاغلبيه معظم الاشخاص يتسمموا. وهذا اللي صار قبل يعني قبل سنين لما عدد كبير من محلات الشاورما واضطروا يسكروها وطلع من المايونيز. مزبوط. طيب نصيحة أخيرة سواء لأصحاب المطاعم، إحنا كأشخاص رايحين على المطعم أو عمال لأصحاب المطاعم، أهم إشي الأمانة والوعي. وهذا إذا بدناش نحكي إذا أنت مش همك الأشخاص التانين، إذا أنت همك تاخد ربح وما يصيبك أي سمعة خاطئة، ولإحنا إنه إحنا نبلغ وإذا حسينا أي خطر نوقف نشتري أو نخبر الأشخاص التانين عشان نجبر أصحاب المطاعم إنه يتعاملوا بطريقة صحية أكثر ونمنع التسمم الغذائي. بدي أشكرك، يعني أنت أعطيتينا كأنك كم تب أو إيش إحنا مفروض عن جد ننتبه له كل ما توجهنا لمطعم. شكرا لك ربما شرباش.